هذا كله عظم كان في جدار هنا كسرناه وفتحناه عشان نشبك البيتين مع بعض. طبعاً كانت الأرضية هنا خرسانة. ممتاز. زبطناها ركبنا البلاط. نفس الطريقة كان عظم هنا. خلصناه كامل ليصنا ضربنا معجون ضربنا بوية ركبنا المطبخ. ننتقل للقسم الثاني اللي كانوا هم بالأصل ساكنين. هذه الصالة حقتهم كانت راكب فيها ورق جدران كامل وزي ما قلنا هنا كان فيه اللي هو الجدار هدمناه ليصنا الجوانب واشتغلنا عليه ركبنا المكيف وبكذا خلاص غالب الأعمال الأساسية لنا خلاص باقي دهان باركيه والكهرب. بعد 2019 بدأت الفكرة من الدكتورة زهرة أنه تحول المنشأة من فريق إلى مؤسسة في 2020. صارت المؤسسة وبعدها بدأت تتطور الحالة الأولى والحالة الثانية. صار عندنا ما شاء الله من أكبر منصات التطوعية اللي قاعد يسجلون فيها العالم. نوصل بكل تطوع ما شاء الله من 1500 إلى 2000 متطوع يسجلون عندنا. طبعاً إحنا ما نطلب العدد هذا، إحنا نحتاج من 60 إلى 50 متطوع بحد أعلى. زي ما أنتم شايفين اليوم وصلنا لحالة رقم 100 ولله الحمد. متواجد عندنا 60 متطوع من أبطال سين. It's kind of like giving back to the community. فإف you can do something for someone who can't do it, يعني كأن دين علينا like something we have to like do. Actually, you know, هذه عباية سين. لبستها بالغلط بأول حالة ما كنت عارفة إنه بيصير هذا الشيء. بعدين قلت خلاص هذه ملابس سين. So every time we come here, I have to wear this عباية. وهذه عبارة عن كل الحالات. اسمي مهند فهد المغلوف. سجلت في فرصة التطوع اليوم لأن سجلت تقريبا أول مرة قبل فترة وكانت هي أول مرة لي ولكن اليوم هي المرة الخامسة. بعد أول مرة للأمانة عجبني الشغل كثير مع مؤسسة سين التطوعية وخاصة إنه بشكل عام يعني التطوع أساسا يدخل يعني الإيجابية والطاقة الحلوة على الواحد.